وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن محمد عبد الجليل نجم نادي الاهلي ونادي الزمالك السابق. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيماء، ازيك؟ منورنا في تايم اوت. ربنا يخليك. ازيك؟ في البدايه كده عايز اسال حضرتك عن من وجهه نظرك فرص مين اكبر النهارده في لقاء القمه رقم 116؟ لا، كالمعتاد الماتشات دي ما فيهاش مقاييس خالص، يعني مهما كان الاهلي كويس الزمالك مش كويس الفتره اللي فاتت، ما لهاش مقاييس خالص يا شيماء. ما اقدرش احدد مين اللي ممكن يكسب. طبعا على الاوراق والبناط اللي واخدها الاول الاهلي مفنش الدوري والاستقرار وكده، انا الاهلي هيفوز، ولكن الكره بتبقى في الملعب موضوع تاني. حاله لعيبه الاهلي، حاله لعيبه الزمالك 90 دقيقه يعني بتكون مختلفين تماما عن الموسم كله. لا خالص خالص، الماتش ده ملوش اي مقاييس. بيتولد فيها نجوم وممكن تطفي فيها نجوم، محدش بيقدر يحدد المباراه دي، بس اتمنى انها حلوه. ما فيش حد هياخد الدوري، حد هياخد، لا، مباراه يمتعونا ومتعوا الناس. اتمنى كده ان شاء الله. ان شاء الله.